طيب احنا لسه في البيسكس، بدنا ناخذ موضوع الريجريشن لانه في عده شغلات احنا ممكن نستفيد منها زي الايرلي ستوبينجز، انه هاي بناخذها يعني واحده واحده. اوكي، فحنشغل هذا على الكولاب اللي هو الفيول افيشنسي، بريدكت فيول افيشنسي بيزك ريجريشن. هذه الداتا سيت اسمها اوتو ام بي جي، اوتو يعني للكارز يعني. اوكي، و الداتا سيت هاي المسار تبعها كراس يوتيل جيت فايل، عديته المسار تبعها حينزل لي اياها. تمام، في هنا عندي عدة أعمدة، كولوم نيمز، الام بي جي، السلندر ديسبيسمنت، الهاوس باور، الويت، الاكسلريشن، الموديل يير، الاوريجن. هذه كلها الشغلات. تمام، وفي عندي تارجت اللي هو الكونسامبشن، قديش انه هي بتستهلك وقود. طبعا استهلاك الوقود له علاقه بوزن السياره، قديش سلندر فيها، قديش هاوس باور. فالفكره في الموضوع انه بناء على مواصفات السياره بدي اعمل بريدكت لقديش الكونسامبشن. فبدي اقرا الداتا سيت، وديته نيمز اللي هي اسماء الاعمده. تمام، انا عندي هنا ال ان اي فاليوز موجود انا عندي في الفايل هذا كعلامه استفهام، فلازم انا ادي له اياها بهذا الشكل بحيث انه انه يقدر يعملها باسنج از نان نوت افيلبل. تمام، وانا السيبريتور انا عندي في الفايل هذا مختلف، السيبريتور عباره عن مسافه. يعني احنا متعودين في السي اس في انه تكون السيبريتور عباره عن كوما، هتلاقي في ملفات تانية سيبريتور تاب، فلازم انت تمرر له هذا الباراميتر بهذا الشكل. تمام، والكومنت انا عندي موجودة على شكل سلاش تي، فهتدي له كل هذه البارامترز لقراءة الملف وتقرأ، وهتلاقي انه شكل الملف بهذا الشكل. تمام، هاي الام بي جي، طبعا هذا التيل اخر خمس اعمدة، السلندر ديسبيسمنت هورس باور الى اخره. تمام، الام بي جي هو التارجت اللي هي مايل بير جالون، كم كيلو بتمشي، كم ميل بتمشي السياره على الجالون الواحد. تمام، هنا بيقيسوها انه كم كيلو بتمشي على لتر البنزين. لو تيجي تشتري سياره قديش هذا بتمشي، 16 ولا 8 على الكيلو، ولا بدك سيارة موفرة، ولا سيارة، ولا انت بتهمكاش الشغلات هذه كلها، فجيب اكتر سيارة بتصرف عليك، بتفرقش معك. نشوف وين في عندي ميسنج. في عندي في الهورس باور 6 ميسنج، 6 ميسنج. انا عندي قديش الداتا سيت كلها، خليني اشوف. التيل بجيبها كلها، لكن هنا انا عندي 398. تمام، ف مريح راسه هو وعمل دروب، ست سجلات، ست سجلات. ماشي، احنا برضه بنرجع بنركز انه كل اكزامبل انا بعمله مش بالضروره اني اسوي فيه كل حاجه، لانه انا بدي اركز على موضوع، بدي اركز على موضوع الريجريشن، بدي اركز لكم على موضوع كذلك انه احنا بدنا نشوف طب لو وقتيش اعمل تريننج، اعمله 1000 ولا اعمله 500 من البلوت، حنشوف البلوت في هذا الشكل. فبالتالي ما تشغلش بالك في 6 اكزامبلز انه انت تعملهم هاندل الميسنج، اعملهم دروب وريح راسك. طيب الان الاوريجن، الاوريجن عباره عن ارقام هي محطوطه هي، لو طلعت عليها هنا هاي الاوريجن، هذا عبارة عن أرقام راح رجعها لكاتيجوري. الكاتيجوري اللي موجودة عندي هي راح أعملها ماب، قال له واحد تستبدلها باليو اس، واثنين يوروب، ثلاثة جبن، ثلاثة اوريجن أنا عندي، فاستبدلهم بهذا الشكل. تمام، وبده يعمل لهم One hot encoding. تمام، هاي هذا الموديل او الاوريجن مش موجوده. تمام، فالداتا سيت هنا get dummies data set prefix
تمام، والسبريتور زي هيك. ف مش مطبقها هاي الاوريجين. اوكي، هذا الموديلير، هذا الاوريجين بهذا الشكل. وين هذه الاوريجين؟ هي داتا سيت اوريجين. انا عشان شغلت هاي، انا اوريدي كنت مشغل النوت بوك، رجعت شغلتها. فا اوكي خليني هيك بدي اضطر ارجع اشغل كل مره. فهي الداتا سيت، هي الاوريجين، وهنا هيك بنعمل ونشوف. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا، كيف الحال؟ طيب أوكي، بعد الدروب بدنا نعمل مابينج للبيانات ونشوف كيف صارت الشكل. فبالتالي عملها one hot encoding هنا، إنه هذه السيارة مصنعة في الـ USA، فبالتالي بتلاقي عند أوروبا واليابان 00، هذه مصنعة في أوروبا هنا 00، فبالتالي one hot encoding للبيانات أنا تبعتي صارت بهذا الشكل. أكيد بدنا نقسم البيانات لترين وتست. تمام، أخذ 80% للترين، وعمل في التست دروب للإنديسيز تبعت الترين. سابقا كان يعمل العكس، بس إنه نفس الكونسيبت. وهنا عمل فيجواليزيشن. تمام، عمل فيجواليزيشن. حاجات الفيجواليزيشن اللي عمله، اختار الأعمدة ام بي جي سيلندرز ديسبيسمنت ويت. تمام، واختار انه كي دي اي بلوت. هل الموضوع انه ال السنة إلها علاقة بسحب البنزين؟ هل البلد له علاقة بسحب ماشي، بس يعني أنت من الموديلات القديمة، هل في عندك نوع بيسحب ونوع ما بيسحبش؟ كله بيسحب القديم؟ حقيقة إحنا في عندنا ديسكريبشن هنا. وين الديسكريبشن؟ اجيت اوكي. اجيت الير المن سنة 70 والماكس 82، كله قديم له علاقة بالسحب، ما دخلوش في الفيجواليزيشن. طب البلد؟ بلد المصنع. نعم، السيارات الأمريكية بتسحب كتير، بتسحب كتير. تمام، حكيت الفيجواليزيشن هو استثنى هدول الشغلات، انت ممكن انه انت تدخلهم في الفيجواليزيشن، لكن بشكل اكيد الويت تمام والسلندرز والديسبيسمنت. تمام، ديسبيسمنت شغله لها علاقه بنقل الحركه، انه قديش انه بيستهلك انه وقود، لكن انه سلندرز كل ما زادت السلندرز اكيد بيزيد السحب، كل ما زاد الويت اكيد بيزيد السحب. تعال اطلع على هذا الكلام. هاي انت عندك الويت مع الام بي جي، هيك الويت بيزيد. تمام، او عفوا هيك الجالونز انه بتزيد. تمام، وهي الويت. كل ما زاد الويت قل. لا استنى شويه، استنى شوية. ام بي جي ثم قلنا، لا هذا ماي سبير جالون.
مايلز بير جالون، انه انت عندك هنا كل ما زاد، يعني كل ما زاد الويت بتقل عدد الاميال اللي انت بتمشيها في الجالون الواحد، فبالتالي طبيعي. تمام تمام. فهي الرسمه الطبيعيه انه كل ما زاد الويت كل ما قلت عدد الاميال اللي ممكن تمشيها السياره على الجالون الواحد، ف نورمال. لكن السلندرز هنا تعال تطلع انه انت ليش هي موزعه زي هيك، انه انت عندك اغلب السيارات 4 سلندر، في منها 6 في منها 8، بتلاحظ انه كل ما زادت عدد السلندرز بزيد ال، لا احنا انا بدي السلندر مع الام بي جي، هيها هذه هنا، هذه السلندر مع الام بي جي هيو هيك على الشمال بالضبط. كل ما زادت المايلز بير جالون، زادت عدد الاميال اللي بتمشيها بس في كل ما قلت السلندرز انه زادت عدد الاميال، هي عدد الاميال اللي انت عندك هي 10 20 30 40، زادت عدد الاميال اللي بتمشيها في الجالون الواحد، كل ما زادت بتلاقي انه الاميال بتقل. والسلندر انت عندك هي متجمعه زي هيك، انه انت عندك 4 و6 و8، بتلاحظ هنا سيارات نادره جدا انه موجوده بخمسه سلندرز، وسيارات نادره جدا انه موجوده بثلاثه سلندرز، هيها موزعه هنا بهذا الشكل. تمام. في سياره هنا اعتقد انه هي 6 سلندر بس سحبها عالي جدا، او عفوا انه سحبها قليل جدا. نعم اوكي. ف عرفت انه هدول الاتريبيوتس لهم علاقه بشكل كبير في الكلاس ليبل او في التارجت تبعي. تمام. هاي الديسكرايب هيو عامله تحت، وهنا عامل بوب للام بي جي للمايل بير جالون، وعامل ترانسبوز، وهنا عرض الستاتستكس بهذا الشكل. وهنا سبليت فيتشرز فروم ليبل، فبالتالي تريننج ليبلز بتساوي الترين داتا سيت بوب ام بي جي، والتست برضه كذلك عملها نفس الكلام. هنا النورماليزيشن، بتلاحظ انه انت عندك الاتريبيوتس هيها بديش الليبل، انا بدي انت عندك السلندر فيها تبعتها 6 و4 و6 و8، ديسبليسمنت انت عندك بالهندردز. تمام. الهاوس باور برضه بالهندردز او بالعشرات. الويت انت عندك رقم كبير، فبالتالي النورماليزيشن انت عندك هنا فاريشن في الرينج تبع الارقام تبعت كل واحده. فالافضل انه عشان انه انت تحيد كل فيتشر ما يزدادش اهميه عن الفيتشر الثاني، وتخلي النيورال نتورك هي لحالها تتعلم، انه انت بتعمل نورماليزيشن. النورماليزيشن هنا ايش بيسوي؟ بروح بطرح الفاليو من المتوسط وبروح بقسم على الستاندرد ديفيشن. تمام. فراح طبق هذا الكلام. هاي انا عندي النورماليز داتا سيت على الداتا فريم كله، بعديها بدنا نبني الموديل. تمام. الموديل اللي عمله عرف سيكوينشال موديل، وبدا انه هو يعمل في الطبقات. الطبقه الاولى 64 لاير والاكتيفيشن ريلو، وهنا حط انبوت شيب. هذه شغله جديده ما عملناهاش احنا قبل هيك. قبل هيك احنا كنا نحط دنس فيتشر، بس انت ممكن تستغني عنها لو حطيت في الطبقه الاولى، حطيت انه انبوت فيتشر، وزي كانه انت بتقول له اعمل لي لاير للانبوت. تمام. قديش السايز تبعه؟ عدد الاعمده بالضبط. تمام. وهي في عندك طبقه ثانيه، والطبقه الاخيره 1 نيورون لانه ريجريشن. هنا الاوبتمايزر استخدم اوبتمايزر مختلف اللي هو روت مين سكوير ايرور بروب. تمام. هيو عرفوا لحال. تمام. وهيو استخدموا هنا، واللوس اي حاجة فيها ايرور استخدم. وهنا في المتريكس طلب الاثنين، مين سكويرد ايرور ومين ابسوليوت ايرور.
وهيك عمل ريتيرن للموديل، او ممكن تشوف السمري تبعته زي هيك. تمام، في عندك 4865 بارامتر محتاج ان اعمله تريننج. طيب الاكزامبل باتش ايش راح سوى؟ اخذ 10 وعمل ايش؟ بريدكت. ركز معايا، عمل بريدكت. هل هو اوريدي عمل ترين للموديل؟ بنفع عمل بريدكت؟ بنفع من ناحيه نظريه، بنفع على الانيشال ويتس، على الانيشال راندوم ويتس. شو بتتوقع البريدكشنز اللي بتطلع معايا؟ غلط، فيها ايرور كتير. تمام، هنا بدي اورجي لك انه انت بتقدر تعمل يعني بعد ما بنيت الموديل على الانيشال ويتس اللي عملهم انيشاليزيشن، اختارهم بشكل راندوم لسه مش تريند، بتقدر تعمل بريدكت وبيطلع لك ايرور عالي. تمام، فشوف لي انه البريدكت هذا للباتش اكزامبل، اخذ 10 اكزامبل، عمل بريدكت للباتش هذا وهي النتيجه. شايف ايش النتيجه؟ مايل بير جالون. ايش النتيجه مطلع لك اياها؟ بالماينس. كيف لانه مش تريند على الانيشال ويت. تمام، ممكن يطلع بالماينس. انت عندك هنا 10 بريدكشنز لانه 10 اكزامبل، فبقول لك انه السياره الاولى بتستهلك ماينس 37 والسياره الثانيه بتستهلك ماينس 28. اوكي، حقيت بدنا نعمل ترين. تدي لك بنزين. انتوا بتعرفوا السيارة اللي بتحط فيها اكواز ذرة وبتطلع لك فشار؟ هي نفس السيارة من هالنوع هذا. حكيت الهيستوري الفت، احنا عندنا خلاص بدنا نتعود انه احنا نخزنه في هيستوري. ليش؟ عشان الفيجواليزيشن. اللي بيعجبني فيك انه انت خلاص يعني عند الساعة واحدة انت بتاخذ وضعية انه انت بدك تخزن. يعني انا مش هقدر امسك حالي، لازم اقول لك الشغله هذه. كيف؟ اوكي، فاحنا حكينا انه احنا بنخزن في الهيستوري عشان البلوت، واديته النورمالايزد تريننج داتا مع الليبلز وعدد الايبوكس اللي هو 1000. متخيل 1000 ايبوك؟ تمام، والفاليديشن سبليت هاخد 20% من الترين لانه هذيك تيست عشان اعمل عليها فاليديشن. حطيت هنا الفيربوز تساوي زيرو، بديش تقعد تطلع لي انه هي الايبوك الاولى، ايبوك الثانيه، الثالثه، الرابعه. ولاحظ انا ايش طلبت منه هنا في الكول باكس بالضبط، طلبت منه انه عشان هيك انت عندك هنا فوق انه انت في عندك باكج موجوده وين في الدوكيومنتيشن، هيو بيب انستول اللي هو الدوكس تبعت التنسور فلو. ايش فيها؟ فيها هاي تي اف دوكس موديلينج ايبك دوتس، كل ايبك بعمل لك اياها دوت، ومتى بيطلع لك النتيجه؟ كل 100. يعني تخيل انت عندك 1000 ايبك، معنى ذلك انه ناتج هذا السيل 1000 لاين، بس بالطريقه هاي ايش صار؟ 10000. عفوا 10 بس. تمام، والنقاط قديش عدد النقاط هذول؟ 1000، لانه كل ايبك بروح بطلع لك دوت، بطلع لك النتيجه كل 100 ايبك. تمام، فهي لما تشغل زي هيك هي شوف الدوتس انت عندك ايه
شايف؟ كل ايبك بيطلع لك دوت. خلص ال100 هي بيطلع لك انه الفاليديشن مين سكويرد ايرور 0.2. هنا صار يزيد يزيد بعدين بدا انه هو يقل. بيزيد عماله. فبدنا نعمل ستوب بشكل ايرلي. هذا اللي احنا حنسويه الان. اوكي؟ طيب نيجي نعمل بلوت. ما دام انه هذه اوريدي ديكشنري، الداتا فريم انت ممكن تديها ديكشنري. انت في عندك اسماء الاعمده الكيز بالاضافه للفاليوز تبعتها. فبالتالي انت ممكن تتعامل معاها بهذا الشكل. فبالتالي الهيست بتساوي بي دي داتا فريم وتدي له هذه بترجع لك ديكشنري history.history. وهذا العمود تمام بتساوي history.epic. شوف للتيل ايش جاب لك. هنا بتلاقي التيل انت عندك لغايه 1000 ايبك، من ايبك 0 لغايه 999. هاي كل ايبك ايش في عندك values loss mean absolute error mean squared error ولا الفاليديشن. validation loss validation mean absolute error mean squared error وقيمه الايبك بهذا الشكل. هيك بسهل عليك انه انت تعملها فيجواليزيشن تمام. فحرف بلوتر هو عبارة عن هيستوري بلوتر تمام، وبرضو هذه عبارة عن دالة جاهزة موجودة في TF documentation. في الفيرجن السابقة كنا نتغلب، كنا نكتب اكواد اكتر عشان اعمل فيجواليزيشن للشغلة تمام. فهنا عملنا بلوت للبيزك history والمتريك اللي هو المين ابسوليوت ايرور. فهيو انت ايش في عندك الايبك والام بي جي اللي هو التارجت تبعي تمام، عفوا المين ابسوليوت ايرور للام بي جي تمام. ايش بتلاحظ انت عندك الايرور هيو بصير انه بقل من اول، يعني الايبكس ال100 الاولانيه، وبعديها انت بتلاقي انه التريننج عماله بينزل والفاليديشن بيزيد ببطء شوية. في مشكلة، يفترض ان احنا نعمل ستوب كان في مرحلة سابقة. الالف هاي ملهاش داعي، وكأنه انه انت بتشعر انه هو كان قاصد انه هو يعمل لك الف ايبك عشان بين معاك هاي المشكلة. طيب المين سكويرد ايرور برضو نفس الفكرة، لسه حتى الجاب بيناتهم انه اكتر بكتير، وهنا راح باتجاه انه هو صار حافظ، وهنا الايرور عماله بيزيد معايا تمام. كل ما تلاحظ شغله زي هيك يعني تتيقن انه صار في عندك خلل في الموديل، والمفترض انه انت كنت تتوقف عند منطقه هنا ما تكملش للنهايه بالضبط. عشان هيك احنا ايش بدنا نسوي؟ بدنا نعيد الموديل، بدي اعمل بيلد كمان مره. وايش بدي اضيف؟ بدي اضيف ايرلي ستوب، من وين بدي اجيبها؟ كيراس كول باكس عشان استدعيها في الكول باكس. احنا ايش استدعينا في الكول باكس هناك؟ انه كل ما تخلص ايبك اعمل لي دوت. بدي اقول له كمان انه بدي تضيف لي كمان كول باك انه انت تستدعيه في الباك اند عندك، انه تراقب لي الفاليديشن لوس. هيو كيراس كول باكس ايرلي ستوبينج، ايش بدك تراقب؟ الفاليديشن لوس. وهنا البيشنس بتساوي 10، استنى عليه 10 ايبكس لقيته انه بزيد خلاص ستوب، ما صارش امبروفمنت معناها ستوب تمام. بيعتمد على الامبورت تبعك. اذا انت عامل امبورت انه امبورت تنسر فلو از تي اف، فبالتالي بتصير تصل للكراس من خلال تي اف دوت كراس دوت كذا. فروم تنسر فلو امبورت كراس، بتكتب كراس عادي تمام. نشوف الايرلي هيستوريز، انه احنا بدنا نعمل ستوب بشكل ايرلي، بدنا نشوف الهيستوري تبعها. فانا اديته هنا فيت نورماليزد داتا تريننج ليبلز والايبكس تبعتي والفاليديشن سبليت كل البارامترز. بس هنا في الكول باك اديته اياها في ليست، اديته تو كول باكس اللي هي الدوتس
والايرلي ستوب اللي انا عرفتها هي برا. تمام؟ صحيح. ما هي عمل بيلد للموديل وراح عمل فيت كمان مره. بيلد لما استدعيت هذه ايش راح سوى؟ انيشلايز للويت كمان مره، ما كملش تريننج. تمام؟ فلاحظ انه هنا خلص يا دوبك الايبكس الاولى والنقاط هنا مخلصها، لا ما كملش للاخر، فبالتالي عمل ستوب تقريبا بعد الستين او يعني حوالين هذه المنطقه تقريبا 50 55 او 60 ايبك. تعال ارسم البلوت، بتلاقي انه انت عندك هيو بجيل زي هيك خلاص وعمل ستوب، ما صارش انه يبدا الجاب بيناتهم انه تصير في عندك فعليا مشكله. تمام؟ وهذا الكلام ممكن تعمل ايفالويت على التست داتا، خلص بعد ما احنا حددنا ايرلي ستوب هنا هيك. تمام؟ هذا كلام انتم ممكن تطبقوه، عارف وين؟ لما احنا طبقنا الريجريشن على الهاوس برايس وانتم كنتوا جربتوا طلع معاكم ايرور عالي وطلع معي برضو انا ايرور عالي، ما كناش عاملين ستوب، كنا نجرب شغلات كثيره وما كناش ان احنا نستنى. فالان اجى الوقت انه انت تحط كول باك وتحط ستوب وتستخدم كمان الدوتس، بتصير انه انت فعلا بتتوقف عند انه لما نزيد معاك الايرور خلاص يفترض انه انت تتوقف. طيب لقيت المين ابسوليوت ايرور قديش؟ 1.8. ايش معنات هذا الكلام؟ انه انت عندك الايرور البريدكشن تبعك انه انت تقدر تتنبأ كم كيلو بتمشي بلس اور ماينس 1 مايل. يعني زي ما انت تيجي تقول والله انه السيارة هذه بتنبأ انه مثلا تمشي 13 زائد او ناقص 1 كيلو، مش كثير فارقة يعني، بس انه انت بتقدر تعمل بريدكشن فيري ويل. طيب نشوف الان البريدكشنز. تخيل معايا هو ايش عمل هنا الواي، ايش حط البريدكشنز وهنا الترو فاليو. فيفترض انه انت على سبيل المثال عند السياره رقم 10 انه البريدكتد والاكشوال يفترض انه هي تكون عباره عن نقطه، صح؟ انه على اللاين. متخيل انت الامر كيف؟ لو كانوا اثنين متطابقات يفترض انه هيك تطلع لك لاين، لكن هنا طلعت سكترت شويه، فبالتالي انه هاي البريدكتد مثلا وهنا طلعت الاكشوال بيناتهم بالضبط، فبالتالي انه عملها كسكتر بلوت فطلعت معك انه في سكتر شويه، معناها في شويه ايرور. لو انهم متطابقين عن بعض بتلاقيهم انه جربوا على اللاين اكثر شيء، يعني ما كانوش سكترت. فالموديل نوعا ما انه هو جيد. هذا هذا عباره عن دامي فاريبل، ما بديش اياه. اوكي قيمه هيك مفيش مشكله. لا لانه لو انت عملت زي هيك الناتج تبع هاي القيمه اللي بترجعها هي اللي راح تنعرض، وانا ما بديش اياها، فبالتالي بخزنها في فاريبل هيك مش حيصير لها عرض وحيصير انه ناتج هذه الداله البلوت. يعني عارف زي كيف مثلا زي كيف اقول لك اوتبوت لشغله عبارة عن أيوة زي هيك output كأوبجكت، عرفت كيف؟ لو أنت بالضبط لو عملته زي هيك. تمام، يبقى conclusion. هنا أنا بدي الكاش الوصفة عشان انه انت يعني بس انه مجرد انه انت كود وانه انت تستخدمه. طبعا المين سكويرت ايرور والمين ابسوليوت ايرور هذول احنا متريكس بنستخدمهم للريجريشن. تمام؟
هنا بحكي لي إنه when a numeric input features, data features have values with different ranges, each value should be scaled independently to the same range. Normalization. تمام؟ عادي. يبقى الـ conclusion إنه الـ mean absolute error والـ mean squared error للregression. الـ conclusion الثانية إنه ضرورة الـ normalization. الـ conclusion الثالثة if there is no much training data. One technique is to prefer small network with fewer layers to avoid overfitting. إذا الـ data عندك صغيرة تعمل ليش شبكة كبيرة عشان يعني ما تقعش في مشكلة الـ overfitting. لو عملت شبكة كبيرة على داتا ست صغيرة معنى ذلك انه ايش بيأدي؟ انه نتورك تحفظ لك البيانات حفظ، تعمل ميمورايز للداتا، هو هيك فعليا اللي بيصير، تحفظهم حفظ. تمام؟ Early stopping is useful technique to prevent overfitting. فبالتالي هاي الخلاصة احنا عنا في هذا الاكزامبل انه احنا نستخدم الـ early stopping. مرات نحتاج برضو إنه الفكرة يكون برضو بس إنه يحفظ ما يفهمش. لا، هذا نوع مختلف من النتورك إنه أنت بتتطلب منه إنه هو يعني إنه يحفظ عشان إيش؟ إنه لما تكون في عندك جزء من المعلومة مفقودة يسترجع لك إياها كاملة. هذا تطبيق مختلف غير الكلاسيفيكيشن والريجريشن. كيف يعني التطبيق هذا مختلف؟ يعني على سبيل المثال انت عندك lost information، يعني انا ناسي اسمك، بصير اقول لك بس قول لي اول حرف، مجرد انه انت عديتني جزء من information في مخي استرجعت information كاملة. اول حرف من اسمك الف، اوكي تذكرت احمد، عرفت كيف؟ فبالتالي هذه لها تطبيقات مختلفة عن هذه لما تكون انت عندك lost or corrupted information، يعني معلومات مفقودة أو معلومات إنه يعني إنه هي مرسلة في الطريق إنه صار في عليها يعني خراب شوية.